السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة شريك حياتي، واهلا وسهلا في فيديو جديد وطلب زواج جديد او طلب تعارف بقصد الزواج. في البداية احب ارحب باللي لسه بيشوفني لاول مرة، اهلا بيك معانا في القناة، واتمنى انك تكمل الفيديو للنهاية بس فضلا من غير ما تسرعه علشان خاطر تعرف طبيعة هدف قناة شريك حياتي وتتعرف على مواصفات عروستنا النهاردة ومواصفات شريك حياتها. وفي نهاية الفيديو هيتم عرض بعض الصور ومقاطع الفيديو المسجلة نبذة عن حياة عروستنا اليوم، فتابعوا الفيديو للنهاية من غير ما تسرعوا. قناة شريك حياتي هي قناة هدفها توفيق راسين في الحلال من غير اي مقابل، فقط كل اللي عليك انك بتشترك في القناة وبتفعل جرس التنبيهات، وفي التعليق بتكتب لنا مواصفاتك ومواصفات شريكة حياتك، وان شاء الله يكون نصيبك من خلال القناة عندنا. واهمية تفعيل جرس التنبيهات علشان خاطر يوصلك كل فيديو جديد وحصري من القناة في طلب زواج او طلب تعارف بقصد الزواج. احب افكركم مرة تانية ان في نهاية الفيديو هيتم عرض بعض صور ومقاطع فيديو مسجلة نبذة عن حياة عروستنا اليوم، فتابعوا الفيديو للنهاية عشان تتعرفوا على شكلها. طلبات الزواج اللي بتوصل للقناة طلبات زواج مسيار وزواج شرعي معلن وزواج التعدد وطلبات تعارف ودردشة جادة بقصد الزواج. ايضا بيوصل للقناة طلبات زواج لسيدات ميسورات الحال بيرغبن في الزواج ولديها سكن للزوجية، ويوصل للقناة طلبات زواج لسيدات اعمال بيرغبن في الزواج ولديها سكن وعمل للزوج. وايضا بيوصل للقناة طلبات زواج لسيدات بيرغبن في الزواج ويقبلن بزواج التعدد، الى جانب طلبات التعارف والدردشة الجادة بقصد الزواج. اذا كنت مهتم او بتبحث عن الزواج المسيار او زواج شرعي معلن او زواج التعدد او التعارف والدردشة الجادة بقصد الزواج، يبقى مكانك معانا هنا في اسرة القناة. فقط كل اللي عليك انك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، وفي التعليق بتكتب مواصفاتك بس بكل امانة وجدية ومصداقية ومواصفات شريكة حياتك، وان شاء الله يكون نصيبك من خلال القناة عندنا. وقبل ما ابدا عرض طلب زواج اليوم احب افكركم مره تانية ان في نهايه الفيديو هيتم عرض بعض الصور ومقاطع فيديو مسجله نبذه عن حياه عروستنا اليوم، فتابعوا الفيديو للنهايه عشان تتعرفوا على شكلها. عروستنا اليوم هي سيده اعمال خليجيه مطلقه وبتبلغ من العمر 52 عام، يوجد لديها من الاولاد 2 شباب متزوجين ومستقلين بحياتهم. بتبحث عن زواج مسيار مع رقم الهاتف ولديها سكن وعمل للزوج. طولها 163 سنتي ووزنها 75 كيلو. جامعية الدراسة بيضاء مربربة وشعرها اسود طويل وعيونها عسلية. بتقول في الرسالة: ولله الحمد انا اتممت رسالتي مع اولادي، فاصبح كل واحد منهما مستقل في بيت لنفسه مع زوجته، وله عمله الخاص الناجح بفضل الله، ودوري الآن هو مباشرة أعمالهم ومتابعتهم من بعيد، لأن كل واحد منهم لابد أن يعتمد على نفسه، والآن صار وقتي حتى أهتم بنفسي وحتى أخرج من حالة الوحدة والعزلة التي أشعر بها، لهذا قررت الزواج المسيار. أنا شخصية مرتبة وأهتم بجمالي جدا وهادئة جدا، غير نكدية وعسولة، أحب الرقص والجو المفرفش والفرفحة، مطيعة جدا لزوجي ودلوعة، وأعرف حقوق الزوج ومن هواة القيام بالحقوق الزوجية على أكمل وجه، لأنني شخصية رومانسية وأعشق الرومانسية ولدي بعض الميول الخاصة فيها. أهتم بشكلي وبجسمي وأعشق الرجل الرومانسي والجو الرومانسي، فأنا امرأة حلوة الشكل رشيقة الجسم مهذبة دلوعة، أسعد زوجي بكل ما وهبني الله من نعم. أريد الزواج المسيار من رجل جاد يكون اجتماعي وأنيق ومهذب، أفتخر به أنه زوجي أمام العالم كله. من أي جنسية وأي عشيرة وأي لون أو عرق، لا يوجد شرط في كل هذه الأمور. حتى المستوى المادي لا يوجد عليه شرط، المستوى الاجتماعي يكون مقبول، وأتمنى أن يكون صادق أنه ليس لديه أي مشاكل اجتماعية أيا كانت مع أي حدا.
الحالة الصحية تكون ممتازة، ويكون رياضي ومهتم بلياقة جسده، يهتم بالنظافة الشخصية. العمر ليس عليه شرط، المهم أن نتوافق أنا وهو فكريا وعقليا وبدنيا. يكون ليس لديه أي مشكلة تمنعه من القيام بالواجبات الزوجية على أكمل وجه. رجل يتوافق مع رومانسيته الجامحة، نضير، يحب الحياة، محافظ وعاقل، رؤوف وواثق من نفسه، يهتم براحة زوجته ومتفائل. أتمنى الزواج من رجل يكون سريع البديهة وذكي، يتحمل مسؤولية قراراته، وإذا وعد أوفى، راقي في أفعاله وفي كلامه، قوي الجسم والعضلات. أنا أبحث عن الحب والحنان والرومانسية مع زوج أكمل معه الباقي من حياتي وعمري. إذا بتجد في نفسك أنك الزوج الذي أبحث عنه وأنا زوجة ملائمة لك، أرجو أن تكتب في التعليق مواصفاتك مع رقم الهاتف، وسوف أتواصل مع صاحب النصيب. أتمنى لها التوفيق إن شاء الله، إن ربنا يرزقها بالزوج الصالح من خلال القناة عندنا. وأفكركم إن في نهاية الفيديو هيتم عرض بعض الصور ومقاطع فيديو مسجلة نبذة عن حياة عروستنا اليوم، فتابعوا الفيديو للنهاية عشان تتعرفوا على شكلها. زي ما هي وضحت إن لو أنت شايف إن هي الزوجة المناسبة ليك وأنت الزوج المناسب ليها، اكتب لها في التعليق مواصفاتك مع رقم الهاتف، وهي هتتواصل مع صاحب النصيب. وأكرر مرة تانية، صاحبة طلب الزواج هي اللي هتتواصل مع الشخص اللي شايفه من وجهة نظرها إن هو ده المناسب ليها كزوج، والله موفق للجميع. لكن لو لا قدر الله ما تواصلتش معاك، او ان مواصفاتها مختلفة عن مواصفات شريكة حياتك، يبقى بعد ما تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، تكتب في التعليق مواصفاتك بكل امانة وجدية ومصداقية ومواصفات شريكة حياتك، وان شاء الله يكون نصيبك من خلال القناة. اتمنى انكم تعملوا شير ولايك للفيديو عشان يوصل ويستفيد بيه اكبر عدد ممكن من الباحثين والباحثات عن الزواج او التعارف بقصد الزواج. أشكركم لأنكم تابعتم الفيديو للنهاية. أتمنى لكم جميعا التوفيق، ولكم مني كل الحب والتقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله.